سيتم استكمال السد اليوم إن شاء الله. اليوم يا إخوان سنأخذكم معنا لأحد الأماكن أقل ما يقال عنه مكان ساحر وسط الطبيعة العذراء. يتواجد هذا المكان في إحدى أكثر المناطق عزلة بزياما من سوريا، الدائرة الحدودية بين ولايتي جيجل وبجاية. عزلته بين جبال المنطقة وتدفق مياه الأودية بالإضافة إلى الغطاء النباتي الكثيف جعلت منه سحرا لكل محبي الطبيعة. I can't describe to you how beautiful it feels to be here.